نحب نوجه مناشدة لوزير التربية المدير تربية نينوى بإطلاق المنحة الطلاب اللي هي 100,000. يعني هسه اكو طلاب كثير من غير محافظات بالاقسام الداخليه عايشين يعني ظروف صعبه، فنطالب وزير التربيه باطلاق المنحه ال100,000 للطلاب. الطلاب هم واجهه البلد، هم يجب يعني وزاره التربيه من وزاره التربيه انه تراعي ظروف الطلاب، طلاب اكثرها ظروفها تعبانه. يعني اللي نريده من وزير التربيه بس انطاها المنحه ال100,000 في سبيل الطالب، يعني اللي ما يشتغل يمشي شغله بهاي ال100,000. على مود الجسر نحن نقليات وعندنا حموله من بغداد على الموصل، من الموصل على بغداد. هسه تجي السيارات الكيات تقف غادي، النقل على المواطن، فياخذون المواطن يتحمله التاجر. منين؟ من قبل التاجر، من قبل النقل مال الجسر. هذا الجسر سووه وكملوه، وينهم؟ يعني خلوا الجسر هيجي شغله وقتيه، شهرين ثلاثه اربع اشهر ووقع الجسر. وين راحت الفلوس الجسر؟ وين المال؟ وين الجاه؟ والعالم تعبانه بذاك الجانب على اساس يعمرون البيوت، ما حد يعمر، والانقاذ موجوده لحد الان بذاك الجانب. باب جديد وباب لقش، الانقاذ لحد الان موجود. الموصل تعاني من عده مشاكل، ومنها اولا مشكله الجسور. الجسور العائمه، جسرين عندنا، جسرين العائمه هذولا خرجوا عن الخدمه. وكذلك الجسر الخوصر، الجسر الخوصر انكسر والسيارات ما عاد تقدر تعبر. يعني كل مواطن يريد يعبر يراد له ساعتين لثلاث ساعات عبور الجسور. هاي وحده انتهينا منها خدمات الموصل. بالنسبه بالاواني الاخيره انتشرت على اساس يوزعون مبالغ عن الحصه التموينيه اللي كل نفر 17,000 مال 2014. هناك كثير من الدعايات على التواصل الاجتماعي، ولحد الآن ماكو أي شيء رسمي يثبت ذلك. يقولون هالأسبوع وهاليومين وهالثلاثة ونزلت البودرة مال أسامي العوائل لتوزيع المبالغ على حصة تموينية، وماكو كل هذا الشيء. يعني الخدمات معدومة نهائيا في الموصل، نهائيا معدومه من كل شيء، من تنظيف، من انقاذ، من رفع الانقاذ، من قضايا كثير. يعني هسه انا مريت بشارع كورنيش، شارع كورنيش مزروع به 100 شجره، كل شجره قيمتها 100,000، بينما اكو طسات واكو حفر على جسر سنحاريب وجسر السويس. يعني كان ممكن هاي ان نسويها مكان ما أن نزرع الأشجار بشارع كورنيش. صار فين أشجار هواية على شارع كورنيش وبشارع الدائرة مال آثار. هاي كان نستغلها مكان ما نزرع أشجار، نسوي هاي الجسور، جسر السويس، جسر الخوصر، اللي حفر اللي السيارة تعبر لها ساعتين وثلاث ساعات على ما تعبر توصل إلى الحد هذا. بالنسبة للجسور والطرق اللي بالموصل فد مرة تعبانة. يعني الخدمات فد مرة، يعني السياسيين يخلون عينهم على الموصل شوية. الموصل يعني فد مرة تدمرت، يعني كل مرة حادث، كل مرة مصيبة لأهل الموصل. الموصل يعني امتى يعيشون بخير وسلامة؟ يعني شباب، بالذات شباب الموصل. بالنسبة لشباب الموصل هسه عامة كلها بطالة، أشغال ماكو. وبالنسبة للطرق، بالنسبة لكل شيء. وعندك السياسيين من يوم اللي يجي هنا بالموصل يقول أنا سويت وأنا ما سويت. ترى هاي بس بالإعلام، الله وكيل بس بالإعلام. زين، وإذا حتى يسوي له فد شغلة فد شيء يعني ما يطلع من حقه، نهائيا ما يطلع من حقه. ونصها فوق وما نريد نسولف. يعني هسه حاليا انا جيت شفت بالنسبه لجسر السويس عيباشرون به. طيب هاي الشغلات يعني لو قبل سنتين من صار التحرير لحد الان ايش كسب الشعب مالنا؟ الشعب كله تعبان، الشعب عيقدي بيوت ما عندهم، شغل ما عندهم، الدوله ملاحقتهم على التجاوزات، ملاحقتهم على قضايا معينه ما عندهم. فاريد الحكومه المركزيه تعارض هذا الاستاذ مزاحم الخياط، رجل دكتور عبقري ونزيه، طبيب، هو طبيب جراح، بس اشنه يجيبون معاه مجموعه مستشارين وينظفون المحافظه من هاي البؤر والقذارات. رئيس بلديه، مدير كذا، مدير كذا، مدير نزاهه، كلهم يتغيرون والا الموصل تبقى متاخره. زين؟ نطالب من قناتكم وجنابكم الكريم باعاده الشرطه الموثوقه عقودهم من الدفاع والداخليه. يوعدون بينا اليوم وباشر وعقب واي شيء ماكو. فنطالب منكم باعاده الشرطه وقناتكم الكريمه الطالب لاخوانكم الشرطه الموثوقه عقودهم. عندي بالنسبه لي اني عن نفسي خدمه 27 سنه ولدي شهيد وحاليا ماكو اي عوده، وقسم عنده خدمه بال40 وعنده شهداء ماكو اي عوده. يوعدونا بالعوده مال الشرطه الموثوقه عقودهم من الدفاع والداخليه واي وعود لحد الان اي شيء ماكو. ونشكر قناتكم وضيافتكم للموصل، ونريد التعاون بالشرطه المحليه الموثوقه عقودهم في داخل المديريه. نطالب من رئاسه الوزراء بان تلتفت شويه على هالموصل، شويه يعني تلتفت لها وتعمر. كافي ترى، تعبنا والله العظيم، تعبنا، شبابنا كلهم على الطاله بطاله، وكلهم محتاجين، وكلهم يريدون يشتغلون. ونناشد كل شريف بهالبلد، مو اقول اي سياسي، كل شريف ويقدر يستطيع ان يخلي يده بهاي المدينه ويعمرها لا يقصر. وان شاء الله يا رب يا رب كلتنا بخير وكلنا بسلامه. احنا نناشد المسؤولين ونناشد كل الجهات الامنيه ونناشد هاي جسور هسه حاليا ماكو لا جسر لاكو شيء، ماكو هسه العالم. هاي هسه جماعه التريلات خطيها صار لهم 7 ايام 8 ايام بالازدحام. هسه نرجع لشغله الشباب، الشباب لا وظائف لا تعيينات لا شيء، كل الشباب قاعده وتشتغل عماله، وعماله شغل ماكو تعرفون انتم حاليا. ونرجع على شغله نرجع نناشد رئاسه الوزراء رواتب الشهداء المنتسبين، المنتسبين هسه شنو؟ ضحى بماله وضحى بعرضه وضحى بكل شيء، كلها استشهدت، شباب تبادلت، عوائلهم تبادلت، ولا اعطوهم رواتب ولا شيء. يعني الى متى يبقون بلا رواتب؟ هسه نعرف احنا كثير عوائل من الدواعش يستلمون رواتب بالنسبه للمنتسبين وضباط، ليش ما يعطوهم رواتب؟ نرجع ثانيا على هيئه الحشد الشعبي، نرجع هسه المنتسبين حشد الشعبي كلهم بلا رواتب، هاي 3 سنين 4 سنين بلا رواتب. ليش يا اخوي بلا رواتب؟ 4 سنين بلا رواتب، 3 سنين بلا رواتب، ما يصير. انا بالنسبه لي عندي والدي شهيد بالاستخبارات، نرجع للشرطه، الشرطه يقول لي روح لرئاسه الوزراء، نطلع هيجي واحد يزنا علاق، وين نروح؟ هسه خلي يطلع مسؤول هنا يجي يقول لنا، ونرجع نوب على الطرق كلها مفلشه، جسور ماكو، وين العالم تروح عشان يعني خنقونا خنق يا اخي ما يصير. نطلع للجنوب نطفر للشمال يا اخي، خلي يسوون لنا حال، خلي يجي مسؤول هنا، خلي يجي مسؤول يشوف هنا الشباب كلها قاعده تعيينات شرطه باي مكان، لو يودونا على سوريا نروح نقاتل، خلي يفتحوا لنا التعيينات يا اخي. بس الموصل لاكو تعيينات ولا شيء، واحنا ناشد المسؤولين وديروا بالكم علينا اخوتي. انا من خلال هاي القناه الكريمه قناه التغيير اطالب بانه للحكومه انه تضيف لنا وزير للتربيه. وزير للتربيه كي احنا طلاب مواليد 96 97 لا شملنا قرار ترحيل، لا شملنا بالامتحانات، يعني كلش انظلمنا، خاصه مواليد 96. وبعدين قدمنا هاي شغله الخارجي قدمناها يقول لازم تنتظر 3 سنين. فيا اخي احنا نطالب كل مسؤول تابع للحكومه انه يداعينا بشغله التربيه، واحنا الطلاب كلش تضررنا، يعني معنوياتنا خربت، يعني مواليد 2000 كلها بالسادس، فاحنا مواليد 96 97 نطالب بانه ترحيل لنا. ترحيل، انا ب3 درجات انقدرت ما ترحلت. فأنا أريد أنه يا تحميل يا ترحيل، حتى حجمونا هاي الامتحانات، فنطالب بوزير للتربية، وزير سواء من الموصل أو من أي محافظة، مو يعني ما يعينونا وزير وش نسوي يعني بهاي الحالة. أخويا بالنسبة للموصل الأعمار مال الموصل مال القديمة، خوش هذا الأعمار كله غلط، هذا الأعمار كله غلط، هذا النفق اللي جابوا لنا وسويناه ماجستير العتيق، هو هذا نفق، هذا جايب لنا كبشيش بايق لنا بالإصلاح والجاي، جايب لنا كبشيش بايق لنا بالإصلاح والجاي، هو هذا نفق هذا. احنا نريد الحكومة تجيب لنا شركات تركية تشتغل بالموصل، ما أريد أي مقاول احنا من الداخل، هذا كله شيء، هاي القديمة كله دمار. بالنسبة للموصل دمر هذا المحافظ السابق الراع، هذا المحافظ كله شغله غلط بغلط بغلط. اليوم اكو مبادرة حلوة بالموصل، مبادرة التنظيف، يعني عن ننظف الشوارع والاماكن يعني، ولكن ننتظر من الحكومة انه تنظف قلوبها ويانا احنا اهل الموصل، يعني احنا انظلمنا، احنا يعني جيل ضايع، كنا جيل يعني ما نعرف وين مصيرنا، شباب بدون تعيين، بدون عمل، بدون اي شيء يعني، نريد وظائف، نريد شغل، نريد عقود، نريد اي شيء يعني. يعني احنا ساعة وين نروح يعني، وين ننطي وجوهنا مثلا؟ فاحنا عن ننظف الشوارع، عن ننظف مثل ما يقول الطرقات، وهذه احنا كشعب نريد الحكومه تنظف قلوبها ويانا همنا وتبدا صفحه جديده يعني. اخي تالي احنا يعني راح نظل بهاي الحاله، لا شغل، لا خدمات، لا اعمار، اي مسؤول يجي للموصل يطلع لي على مكان حلوه نظيفه، لو بالزهور لو بالجامعه، مجرد يروح للمكانات فخمه وعلى مود بيها شويه يعني مكانات اعمار حلوه، ويطلع بالتلفزيون يقول دا نعمر ودا نسوي، كله كذب كذب. الشوارع كلها اسبوع يعمروها ويبلطوها، تجي الاسبوع الثاني كلها مفلشه وطسات والتبليط كله رايح، يعني شغل كله كلاوات وكذب، دا يضحكون على هذا الشعب. وبس هاي الموصل مظلومه، لا رواتب لا تعيينات، هاي كل بين فتره وفتره مفتوحه التعيينات على كل المحافظات، وهاي شباب الموصل كلها عطاله بطاله، لا شغل لا عمل لا مي لا كهرباء لا خدمات، جسور ماكو، ازدحامات، جسر العتيق الازدحام ما له واصل لي باب جديد، ماكو بس جسرين. يعني شنو تريدون ننهج؟ نطلع من الموصل وتظل لكم انتم السياسيين بس ناس تبوق بالناس؟ يعني التالي طلعنا على تركيا سنتين تعبنا، طلعنا على اربيل تعبنا، بعد وين نروح؟ نعوفه لكم ونطلع حتى ما يظل كل احد. انتم ظلوا هنا بوقوا وانهبوا، ناس تاكل ناس. احنا حتى هذا التغيير ما يفيد، يوميا مخلينا محافظ ويوميا بدلنا هذا، ذاك راح بدلنا لكم اياه، ادري احنا ايش مستفادين؟ ان شاء الله يوميا يتبدلون، احنا ماذا يفيدنا التبديل؟ احنا نريد واحد ينزل على الشارع، نريد واحد يطعم هذا الشعب جوعان، خلي يسوي رواتب، ينطلع الناس الفقراء، افتح اشغال، اعمار، عطاله بطاله. هاي الشباب كله ليش تروح على اربيل تشتغل؟ كلها طالعه، هسه ماكو الشباب كلها تشتغل ببغداد وباربيل، ليش هالمحافظه ما بيها شغل؟ كوما دوائر حكوميه وشوارع وهذه كلها، اذا فتحت شركات وتبليط وتنظيف وتعمير، هاي الشباب كلها راح تشتغل. بس ياهو اللي يجي مقاول مسؤول، ياهو اللي يجي يبوق ويطلع، يبوق وياخذ صفقته ويعوف الموصل المظلومه ومكسره ومخربه الناس واهلها. الى متى؟ كافي كافي، خلوا عندكم شويه ضمير. انت لا المسؤول ابنك مرتاح ومتونس، كهرباء وسيارات وونسه، وكل يوم بدوله وكل يوم ببلد، وهذا الشعب الفقير المظلوم لا شغل ولا عمل وكل شيء ماكو، كل شيء ما موفرين لهذا الشعب. خلوا عينكم على اهل الموصل، خلوا عينكم على اهل الموصل، انتم دمرتوا الموصل وانتم فلشتوها وانتم تسووها وانتم تعمروها. زين؟ راحت ناس فقراء وشهداء من حشد وجيش وفرقه ذهبيه، قواتنا الامنيه كلها شاركت وما قصرت، وانطت شهداء في سبيل ترجع الموصل، وانت تجي سياسي تدور صفقات براس الفقير وبراس الشهيد وبراس المنتسبين هذول الناس الفقراء، التاجرون دماء العالم. اخويا الخدمات ماكو، بطاله العالم كلها، يعني شيلونا من البسطات، حتى باب رزقنا قطعوه هذول، يعني ايش نسوي وياهم؟ يعني دمرونا، ترى دمرونا والله، تعبنا حيل، يعني احنا من جانب الايمن ترى تعبنا حيل والله، تعبنا. يلا لا خدمات لا اسقام لا اسقام، يعني يوم يبدلونا محافظ جديد، يعني شنو هذا المحافظ ما راح يسوي لنا شيء، ما راح يعطينا، ولا يقول لك تدق بابك يعطيك شيء ابد، ترى نفس الشيء كله، نفس الشيء المحافظ نفس سلطانه من نفس الشيء، كلهم نفس الشيء، يعني ايش نسوي احنا؟ نظل هيجي يعني لا خدمات لا اسقام لا الطام، يعني تعبنا ترى حيل والله، تعبنا والله، تعبنا حيل، يعني ما نظل هيجي احنا نحكي ونقول نحكي ونقول ما حد ما يصوت لنا يا اخويا. ما يصير هيك ترى، جماعه البسطات كلهم هسه قاعدين لا شغل لا عمل لا الطاف، يعني تضل هيك. يعني انا يوميتي 2000 دينار والله، يوميتي 2000 دينار، يعني ما يصير هيك ترى اخويا، والله ما يصير ترى. تعبنا حيل والله، تعبنا مذلينا والله، مذلينا للموصل مذلينا، وخاصه الجانب الايمن تعبنا والله حيل. يعني لا شغل لا شيء، يوميا 15 واحد يشتغل، ماكو لا شغل لا شيء لا سخام. يعني تظل هيك، يعني يوميا بدلوا لنا محافظ جديد ورجعوا لنا واحد، وبدلوا لنا الاخر ويجيبوا لنا الاخر. لا ما تظل هيك يا اخويا. نعزي اهالي الموصل، فاجعه العباره راحوا ضحايا شهداء الله يرحمهم. اولا شغل ماكو، اي شيء ماكو، كوسترات ماكو، مال خط مال القاهره، نريد كوسترات من باب الطوف يروحون على القاهره. العالم كلها حالهم ضعيفه، رعايه ماكو، رواتب ماكو، عالم تعبانه، كل واحد يرى له شغل عمو. الموصل كلها مدمره، يريد اعمار الموصل باسرع وقت، يجيبون ينظفون الموصل، حمله كبيره. ونعزي اهلنا في محافظه نينوى. مصيبه العباره حقيقه هي جريمه بحق اهل نينوى والعراقيين. اليوم نطالب بالقصاص العادل من صاحب العباره ومالك العباره، ومن كان السبب في استشهاد ما يقارب 150 من اهالي محافظه نينوى. ايضا نطالب باقاله مجلس محافظه نينوى، هذا المجلس الذي لم يقدم لمحافظه نينوى من بعد التحرير. اليوم ما شفنا أي خدمة لأهالي نينوى. اليوم أهالي نينوى حقيقة نطالب السيد رئيس الوزراء المحترم بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل. نطالب أيضا بالاستعجال ببناء محافظة نينوى من المدينة القديمة، وهذا ما نطلبه من السيد رئيس الوزراء، ونشكره أيضا على أقالة محافظ نينوى الذي دمر هذه المحافظة. ناشد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ينظر لحالتي، قتلوا ابني هالواحد، هذول الثلاثة المجرمين، هذا محمد الياس حسين علي الراشدي الملقب محمد زلطة، وحسين الياس حسين علي الراشدي، وأنور الياس حسين علي الراشدي، هاي صار لهم سنة و4 أشهر ما انحكموا، قتلوا قتل مع سبق الإصرار والترصد، قتلوا ابني الوحيد، معيلي الوحيد، ما عندي غيره، يتموا لي أطفال 2. شعلوا قلبي على مود السرقه وعلى مود هم اصلا هم عندهم واحد مخبر مع الدواعش، ولحد الان ما انحكموا. اطالب الاستاذ عادل عبد المهدي بس ينظر لحالتي، واريد اواجهه اني، قضيه ابني يوميا تتاجل بالمحاكم، قتلوا واعترفوا وكشف دلاله، ايش ينتظرون؟ ليش ما ينعدموا؟ نطالب باعدامهم، هذول المجرمين الثلاثه قتلوا ابني الوحيد. انا اشد كل شريف بالدوله ينظر لحالي، ينظر لوضعي، ابني هالواحد ما عندي غيره، قتلوا هالواحد، قتلوا قتل. ثلاثة أخوة قتلوا ابني ولحد الآن ما انحكموا. أناشد بس ينظر لحالتي، أطلب مقابلته، بس أطلب مقابلته، أريد أشوفه بس أحكي لي وضعيتي ومظلوميتي. نطالب رئاسة الوزراء، احنا منتسبين محافظة نينوى وزارة الدفاع، هاي صار لنا 5 سنين احنا نطالب، واحنا اصحاب عوائل من 2014 احنا انفصلنا، وهاي صار 5 سنين نداعي بالعفو وماكو. تروح للوزاره يقول لك انتم متخاذلين، والنواب يطالبون يقولون انتم متخاذلين. ليش احنا متخاذلين؟ القاده رجعت، القاده اللي انسحبت هم رجعوا، بس بقى جندي الفقير، احنا كنا اصحاب عوائل. هاي احنا صار لنا 5 سنين نطالب بالعفو وماكو، نطالب من حكومه نينوى ومن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ينظر لنا نظره ابويه. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد نوجه رسالة من أهالي الموصل عبر قناة التغيير. الموصل تحتاج إلى فرص عمل، الموصل تحتاج إلى خدمات. يعني هسه عندك الشوارع مكسرة، الأيمن ما معمر، الجسور خاصة الجسور. الموصل يعني جسريا محافظة كاملة، بس جسريا ما يخدم هاي المدينة يعني. والموصل بحاجة إلى فرص عمل، الشباب بطالة، ماكو فرص عمل، ماكو خريجين قاعدين. احنا بالنسبه لنا من محافظه الموصل المناطق المحرره، بالنسبه للجيش المفسخه عقودهم من المنتسبين لشرطه الدفاع، الشرطه المحليه والدفاع. هسه الدفاع احنا ليه هسه كل شيء ماكو عندنا، بالنسبه للوضع الامني اللي عندنا بالموصل، يقولون مستقر ومستقر مستقر على شنو؟ انت موجود ما عندك، اسماء انطونا مده هاي 45 يوم، راجع نريد نراجع على مكان محدد ماكو، اشغال ماكو، الى متى يعني وين نتجه؟ نبوق يقول لك هم انا راح ابدا قاعد راح يبوق، الى متى؟ تكفر ما منها تنكتل، تصير حرامي همينا كلها تنوم بيك، يعني وين نروح؟ هالدوله هي هاي الوحيده وما تقبل تستقبلنا، يعني وين نطيب وجوهنا احنا؟ ماكو غير هي هالدوله هاي، انتم لما انطيتونا قرار دمشوا بيه امشوا بيه واكدوا بيه، هاي صار ليش قاعد متحررين لهسه، لا خدماتكم سويتوا، لا مفصولين رجعتوهم، لا رواتب سويتوا، العقودات كلها قاعده، على شنو؟ حشد وبطلتونا من الحشد وقعدتونا لا رواتب ولا امه، شلون منين نجيب؟ منين نجيب؟ قضينا نشحد بالشوارع مثل ما تصير هسه، شوارع مليانه اطفال ونساء، وين تروح هاي؟ وين تطوي وجهها؟ فمن خلال قناه التغيير نطالب الحكومه انه تمشي لنا بهاي الشغله، ونطالب قائد عمليات نينوى اللي هو نجم الجبوري اللي هو ما مقصر اكيد، بس على الواقع تحكي لنا بيها تمشي لنا بيها شويه. هاي اني واحد من ملايين، اني مو بس انا احكي عن روحي، احكي عن الكل. ان كانوا الشرطه اللي هسه رجعوا ليه هسه بدون راتب بقوا على شنو؟ على شنو مداومين؟ هم خلف الله عليهم رجعتوهم، بس على الاقل اكو شيء تستند عليه. انا ما عندي غير شغله، ثاني وين اروح؟ الطالب شهادته وقاعد وساكت، لا وظيفه، لا راي عام، لا شيء، على شنو؟ واني كذلك مسؤول على شنو؟ تالي وين المفر؟ يا اخوي اريد ارجع على سنجار، شلون نرجع على سنجار؟ يا ريت يرجعونا على سنجار، يا ريت نرجع على ديارنا وعلى بيوتنا وعلى حالنا ومالنا. ارجو من الدوله الشريفه ترجعنا على بيوتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا موضوعي على المتحرشين اللي بالسوق. نطلب من قياده عمليات نينوى انه لازم يجيبون شرطه انضباط، ولازم يكون انضباط داخل السوق 24 ساعه، لان النسوان والبنات ما ياخذون راحتهم نهائيا. يعني البنت ما تقدر تطلع من السوق هسه، اتحدى بنت تقدر وحدها تجي من هنا، 20,000 واحد يلحق وراها، والحكي والكلام البذيء دائما موجود يعني ويسمعون البنت. فطالب من الحكومه انه لازم يجيبون شرطه انضباط ويلتفتون هاي الامور. التحرش صاير فشي فظيع بالموصل، يعني شيء ما يتخيله العقل. فنطالب من قياده عمليات انه لازم اكو شرطه انضباط و24 ساعه داخل السوق، وحتى احياء السكنيه، اي احياء تجاريه سكنيه لازم يكونون موجودين، في سبيل انه الناس تاخذ راحتها وتجي للسوق تتبضع براحتها. لان هسه اذا تروحون للسوق راح تشوفون فشي يعني ما حد يقدر يتصوره. فاطالب من الجهات الامنيه انه لازم يتحركون ويجيبون فوج انضباط. بالنسبه للايجارات باليسار، العالم كلها عافت ليمن وحوائط على اليسار، الايجار باليسار ب 300,000 وباليمن ب 100,000، ليش يا اخي يسكنون باليسار؟ الايمن ما بي خدمات، يضحكوا على الايمن، نظفوا الايمن، ابنوا بالايمن، عمروا الايمن، كله ايسر، يعني هسه بالايسر البيت ب 300,000، بالايمن ب 100,000، يعني شنو الفرق؟ ترى ما يربطهم بس جسر، بس ميه. عمروا الايمن يا اخوي، ترى ما يصير هيك، وين الحكومه؟ يلا هسه خلينا نشوف مزاحم الخياط الجديد، ويلا يا اخوي اشتغلوا، ترى ما يصير هيك، العالم والله هجت. هذه الموصل سكنوا بتركيا، سكنوا بالشمال، يعني ما يصير هيك، الى متى؟ يعني انا من الناس اذا الوضع ظل هيك راح اطلع من العراق. تقبلوها انتو قاعدين بالشمال وبالجنوب، وعلى اهلكم خارج العراق وانتو هنا تبوقون، ترى ما يصير هيك يا اخويا. الوضعيه بمحافظه نينوى يعني جدا تعبانه، فشكلوا خليه ازمه حاليا، ومشكورين من رئيس الوزراء انه شكل هاي الخليه. نطلب من خليه الازمه بدايه انه تباشر بالامور مثل ما يقولون الاساسيه. اول شيء عندنا الجسور، ثاني شيء المستشفيات، ثالث شيء عندنا الطرق، طرق مدمرة بشكل مو طبيعي. يعني عندك الأيمن حدث ولا حرج، الأيسر شوارع نصها تعبانة مسحوقة، وضعية الموصل تعبانة من ناحية المعيشة، عمل ماكو. يعني نطالب خاصة وزارة الصناعة أنه شوية تشجع معاملها، صناعاتها شوية، المواطن يعني تجذب عمال أكثر للقضاء على هاي ولو جزء من البطالة. بالنسبة للمحافظ الجديد اللي مستقبلا راح يصير، والله نتمنى أنه يعني يبقى مزاحم الخياط كمحافظ لهاي المدينة، لأن هو ابن المدينة ويعرف مثل ما يقولون مكة أدرى بشعابها. نريد واحد مصلاوي نحكيه طق بطق، هذا يخاف على المدينة. فنترجاه أنه من رئيس الوزراء أنه يضع عاد مزاحم الخياط ويسانده نجم الجبوري، يعني ما شاء الله عليه رجل جنوده بأمرته وبحمايتنا ومتعاونين معانا. فنبقى يعني نتمنى أنه يبقى نجم الجبوري قائد العمليات، يبقى مستمر عندنا بهاي المحافظة. وبالنسبة للدوائر الخدمية خاصة البلدية، البلدية قبل ما كانت تشتغل بصورة صحيحة، يعني عمالة مثل ما يقولون سختشية، يطلعون على الشغل نصهم يشتغلون نصهم ما يشتغلون. يعني يطلع العامل تنظيف أنا أشوفه بعيني يشتغل الشوم من كان يعوف ويمشي، فنطلب رقابة شديدة عليهم. ثاني شيء يعني هسه نشكر جهود خلية الأزمة أنه زيدت رواتب العمال التنظيف من 7 إلى 12، فشوية مثل ما يقولون خلي زيادة بعد أكثر، بس راح نحصل نتيجة أفضل للمدينة. هاي شغلة مديرية الطرق والجسور، مديرية الطرق والجسور مشلولة تامة شلل تام، يعني ما بيده أي شيء، أموال ما عنده، تخصيص ما عنده، يعني طالبوها بتبليط بكذا، هي مسؤولة عن الجسور عن كذا، بس ما بيده أي أموال. فنطالب من رئاسة الوزراء تخاطب التخطيط، تخاطب المالية أنه يخصصون ولو مستقبلا سنة 2020 أنه يخصصون أموال، يعني الموصل مضيوقة بشكل، يخصصون أموال ضعف الأموال اللي نحتاجها. فنحتاج جهد كبير من رئاسة الوزراء والبرلمان، نرجو أنه يساعدنا بالتخصيصات المالية ل 2020. هالسنة راحت، بس تخصيصات ل 2020 نطالبها تخصيصات زينة لهي المحافظة، لأن المحافظة منكوبة بشكل مو طبيعي. فرجاء يا مجلس النواب انصفونا، يعني وضعيتنا ما تستوجب التأجيل بعد مستقبلا، فنترجى منكم أنه تنصفونا. أول شيء السلام عليكم. يعني أنا ما راح أبدي لا عن ما راح أتكلم لا عن المعاناة يعني معروفة لدى الجميع، يعني ما أصور مسؤول ما يعرف معاناة أي مواطن، من خريجين من طرق من أزمة من هاي الناس اللي عالطالة بطالة، من هاي شباب الموصل، يعني أكثرهم خريجين أكثرهم أصحاب مهن، يعني للأسف يعني قلة في العمل. أنا ما راح أتكلم على هذا الموضوع، يعني هاي الأمور المسؤولين أدرى بها، يعني ماكو مسؤول ما يعرف بهاي المعاناة اللي يعني. وحقيقة الوضع الحكومة مخجل جدا يعني من التحرير لحد الآن. اللي أريد أتكلم به ورسالتي لأهل الموصل، يعني الشخصية القادمة والمحافظ لازم يكون إنسان عسكري. ليش لازم يكون إنسان عسكري؟ أبسط دليل على هذا إنه خلية الأزمة اللي تشكلت قرارات جاي تطبق. ليش تطبق؟ يعني قرار مع قوة، يعني قرار بلا قوة ما له أي معنى. يعني هسه من تطبق قرار المولدات صار تنفيذ، ليش؟ يعني موجود خلية الأزمة شخص عسكري القوة. يعني حقيقة احنا شعب نمشي بالقوة، يعني هاي الصراحة يعني شوف فوضى كبيرة، فوضى بدوائر الدولة، فوضى بالنظام العام للبلد، فوضى بكل شيء. فاحنا نريد النظام، والنظام ما يجيب على هذا الشعب الا بالقوة. يعني هسه تربة اذا ما يطلع بيها موز، يعني انا ليش اجي ازرع بيها موز؟ يعني احنا النظام الديمقراطي جربناه 14 سنة من 2003 الى حد يومنا هذا. رسالتي انه هي يكون انسان للشخصية القيادية القادمة لمحافظة الموصل انسان عسكري. أول شيء إحنا طلاب جامعة الموصل، إحنا خارج الموصل، فإحنا قاعد نعاني حيل من الطريق يعني بعيد وسيطرات والطريق مكسر. فإحنا نطالب من الحكومة العراقية أو المحافظة، يعني محافظة نينوى، إحنا نطالب منكم ان تسوون لنا حل يعني للطريق. الطريق يعني حيل قاعد نعاني منه، يعني احنا المحاضرات الاولى ما قاعد نطب للجامعه. وثاني شيء الجسور يعني حيل ازدحامات، والجسور قليله وطلاب جامعه هواي، فاحنا ما نقدر يعني. وهسه المحافظ القديم قبل يعني كنتوا تحجون عليه، هسه المحافظ تبدل صار محافظ جديد، فاحنا نطلب من المحافظ الجديد، هو بيده السلطه، فنطلب منه يغير. يعني احنا نريد عراق جديد، نريد تطور، نريد يعني والله العظيم احنا بزعنا، ملينا جدا. احنا نريد عراق متطور متحضر كما قلت، واحنا نطالب من قناة التغيير، نطالب تغيير، نطالب من الحكومة يعني تسمعنا. احنا ملينا، تعبنا يعني حيل. هسه ابسط شيء اذا اكو يفتحون فيزا خارج الدول، احنا كنا يعني اغلب المواطنين العراقيين، اغلب الشباب احنا نغادر العراق. والله بزعنا من العراق، يعني ملينا. هسه ابسط شيء احنا اذا خلصنا يعني الجامعه راح احنا ما نلقي تعيين. بسم الله الرحمن الرحيم، نتامل من هذا الوضع ان يتحسن، وان شاء الله الازدهار، وان شاء الله الازدهار من الموصل واهلها، وان شاء الله هذه المبادره اللي بداها اهل الموصل اللي بدينا ان شاء الله يتحسن الوضع في الموصل والمناطق جميعا، وان شاء الله الجسور خاصه اعاده اعمارها وكل المناطق ان شاء الله. يابا احنا عمال كهرباء نينوى، عمال المسطره، صار لنا خمس سنين احنا عمال مسطره. حاليا هسه جت جماعه العقود ثبتوهم، صار لهم 12 سنه واحنا 5 سنين عمال، يوم يشغلونا يوم يبطلونا. يعني صورة حل ماكو بهاي المحافظة. احنا عندنا صيانة الأيمن كلها احنا عدناها، احنا العمال، لا مدير طلع على راسنا لا أي شيء. كل ما جاء قرار بطلوا، المحافظة سقطت، المحافظ يبوق، العامل البسيط يبطلوه. أشنو فلوس ماكو. أخي نطالب بالتعيين مالتنا على الملاك أو عقد، حي الله شيء. والله اخي ما يصير هيك، لاكو خدمات، دحر الشوبت عينك على الزحام، الجسور اللي عليه رايحه منتهيه، يعني ما نعرف. هسه طلعت لنا قوانين جديده، انه بنفكر بالسد، لا طيب وين نروح؟ وين ننطي وجهنا؟ بعد حتى ما حد يلف فينا. والمشتكى لله ما يصير هيك. يعني تورطنا على جنسيه عراقيه؟ خليها على الله. مدير الصحة الأستاذ الدكتور فلاح أن يلتفت الربيعة، هو جاء وخدم بربيعة وشاف الصحة تعبانة بربيعة، المستشفى مفلش، وأول ناحية تحررت هي ربيعة. يا أخي أريد منك هذا الخدمة، مستشفى مفلش، وضع تعبان بربيعة، شوارع مكسرة، القرى غرقانة بالماء، ناس تعبانة، وأول ناحية تحررت هي ربيعة. والناشد رئيس الوزراء أن يلتفت لهذه الناس المفصولة من الجيش والشرطة، ناس خدموا بلدهم، عندهم خدمه 10 سنين 12 سنه كل واحد، وقاعدين هسه بالبيت. الناشد الخيرين، الناس الخيره، وشوف حال الموصل، الناشد الناس الخيره، الناشد الحكومه، الناشد برلمانيين ان يحاسبون اعضاء مجلس محافظه اللي كانوا ويا العاقوب. احنا الشباب بس اقل شيء هسه عندنا تعيينات، اكثر الشباب سوالفات قاعدين بطالين. اصليت هسه عندك الجسور، الجسر الخامس ايش قصوا ما مسوينه، واكثر الشباب يعني هسه على الشغل ماكو. وهاي الرواتب هاي من رعاية تعرف، خاصة الشباب كلها قاعدة بطالة. بعد عندك هذا جسر النصر هذاك هو السيارات الكبار لحد الان واقفة. أريد أحكي عن حال الأقسام داخلية، يعني قلة خدمات بيها، مي نظيف ماكو، أضوية ضعيفة، ورغم ذلك إن احنا جاي نبطي يعني مبالغ على مود نسكن بأقسام داخلية واحد يعني يريد يعيش بيها من صدق. بيئة مناسبة واحد يعيش فيها ماكو، يعني تشوف الصحيات مو نظيفة، مي مو نظيف، أكثر الطلاب جاي تعاني من قلة الخدمات بيها، والأمراض هسه حاليا جاي تنتشر أكثر الطلاب صار بيهم بالمعدة يعني دودة أو أمراض جديدة علينا يعني من خلال المي الوسخ والحالة الوسخ اللي جاي نعاني من عتها كلش، فإحنا نطالب بالوزارة إنه توفر لنا أقسام داخلية صالحة للعيش. يعني احنا هسه طلاب الاقسام طلاب محافظات جاي من غير محافظات، بس على مود على مود يدرس هنا ويقول اخلص دوامي وهاي واذكر المدينه هاي بخير يعني. بس احنا نطالب اقل الحقوق. اول شيء نطالب الحكومه بتاهيل هاي الجسور، يعني دا نعبر من الجانب الايمن على الايسر نطول اكثر شيء، يعني نطول ساعتين ونص ثلاثه، يعني والله ما يصير هذا، يعني فد مره تدمر والله تدمرنا احنا. نطالب الحكومه بتاهيل هاي الجسور، يعني ابسط شيء الرابع، جسر الرابع، جسر الخامس، جسر هذا الحريه. نطالب الحكومه بتاهيل هاي الجسور. بالنسبه لمعاناه اهل الموصل، اول شيء الجسور هاي صار لها سنتين، يعني هسه اذا كادر محلي فتره 6 اشهر ينجز العمل. الشيء الثاني يعني هاي العالم، يعني ذاك اليوم هذا العباره قلنا راحت، وين التحقيق؟ وين ال على اساس يعني راح لجنه التحقيق يعني خلال 3 ايام تطلع كل شيء ماكو. الشيء الاخر هاي العالم يعني الله وكيل داخل، هسه الجسور تروح ساعتين ترجع ساعتين، الموظف يفتحوا لنا جسر يسدوا لنا جسر. هاي العبارات هسه المواد، بالنسبه للمواد الانشائيه من الايسر دا يعبر على ايمن، ولا هاي صار 10 ايام ولا سياره ما دخلت على ايمن من الايسر. ما نعرف هسه الله وكيل محافظه تايه وين تروح وين تجي، لا محافظ لا وكيل، يعني ما فتهمنا. اكو تقرير يومي ينطي تقارير على المحافظه. ثاني شيء يعني هاي الوجبه المواد الغذائيه ماكو، لا محاسبه لا النازحين هسه على كلها بالشوارع. ما هسه ما اعرف والله ما نعرف وين نروح وين نجي. المفروض اكو تقرير يومي، اكو من مندوب، اكو خليه الازمه تكون قائد عمليات يعطي معلومات، يعني حركه هسه المحافظه تايه ما نعرف منو سيبه الله وكيل. يعني هسه هاي الجسور الله وكيل، هسه اذا تروح على السودان امين السودان 6 اشهر ينجزونها. يعني هم بس اريد شيء واحد، خلي يسوون اي شيء من اجل الشعب، اي شيء حتى الشعب يتذكرهم. يعني شنو الانجازات اللي سووها؟ شنو الشغلات اللي سووها؟ مدن مدمره، ناس تايهه، عالم سكله فقدت اطفالها، ياهو النساء اللي يقول لك راحت بيوتي وسياراتي لا تعويض لا شيء، اي شيء باكر حتى الشعب باكر يتذكرهم بخير. بس حتى يتذكرهم الخير، يعني سالي مريض انا وين اروح؟ انا ما عندي اي، لا عندي فلوس اتعالج بيها، لا عندي فرشيه اقدر، يعني شو اقدر اسوي انا؟ يعني بالنسبه لي عندي مرض مع المفاصل يعني اذاني. خلي شويه يسوون شيء من اجل الشعب باكر، يعني الانسان يبقى فتره وبعدين يروح، ما راح يستمر. اي شغله خلي يسووها حتى يقول يابا هذا الرجال سوى فلان شيء. لا محافظ لا جسور لا طرق لا شغل لا اي شيء. الشعب تاذى، يعني الشعب تاذى، الشعب عانى معاناه حيل مو زينه. خلي واحد يحس بهذا الشعب شويه، يحس يحلل الفلس مالته، هذا جاي ياخذ راتب، هذا المسؤول جاي ياخذ راتب، صح ولا لا؟ خلي شويه يحس بالشعب، شويه يحس به. استقبالي بهذول اهل الخيرات يساعدوني، لانه عندي ايتام 4 والامايه 5 ومقلوبه بيهم السياره ومشوهين، وما عندي مبلغ اللي اعالجهم، وبيت ايجار يوميا مكان احنا متنقلين، والامايه امهم مصدومه من اثر القلب مال السياره، ورجلها استشهد بهاي الحرب لو ضاع مال. واناشد الاخوه ولو بس يعالجوا لي اياهم، اطفال بنات يعني هذول يظلون للعمر قاعدين وماكو احد اللي يراعيهم. والحمد لله والشكر اناشد الاخوه بلكت يعني يعطفون علي، مو علي، على الاطفال هذول الايتام الصغار. الله يستر عليكم، الله يهنيكم ان شاء الله، يريد منا الله ومن عندكم، بس تخصصي لهم راتب يعيشون بيه. وهاي مال الاطباء بقت يمكم بلكي تتعالجوا اليوم. الطفله الصغيرونه حيل مشوهه، وجهها وراسها وظهرها، واللخه هم بنتها الكبيره عمرها 10 سنين هم وجهها مخيط، وبالمدرسه بصف ثاني ابتدائي، وهاي كلتهم يراد لهم معيشه. وعلى الله وعليكم. بس ما كان هيك مشاكل عندنا، والله مشاكلنا ماكو هيك مشاكل يابا، والله ما عندنا طسه، والله ما عندنا حرامي، والله على 5 فلوس كنا نحاسب، وليست الحراميه من فوق اللي يجوا كلها حراميه، والشعب فاطس من الجوع، كلها بتضحكون على المواصله، السد انكسرت والشط انكسر وفلان طق وفلان طق، والله عيب هالسوالف، عيب هالسوالف. الدخل مالنا يوميه يأسس قناه السويس، يوميه العراق يوميه ضربها هالقد بهالقد، كل عراقي اللي هو يوميه $50 اضرب 5 ملايين 5 ملايين برميل فيه 60 وقسمها على الشعب العراقي. ولا والله ما تستحون، والله ما تستحون، والله اكبر واحد منكم ما يستحي، والله من فوق اللي جوا. ولا هالناس عايشه، هالايتام، هالفقر، هالناس واحد عايش بحلاق. ولا ليش هالعمل هذا؟ ولا ما حد ياخذها، ولا كان اخذها غيركم. من اخذها؟ جاء احد من النظام السابق اخذها؟ هذا قام خطير على جلدهم من تام، حتى ما ظل عنده شيء. ولا عيب عليكم، والله عيب عليكم. عندنا دائما هنا محافظتنا والاشكاليات الاساسيه هي معاناه الاشكاليات الجسور، جسور اكثر من جسور، سواء كانت جسور فرعيه او كانت جسور رئيسيه. يعني نعاني مثل الجسور الرئيسيه تقريبا جسر او جسرين كمحافظه، اللي باعتبارها ثاني اكبر مدينه بالموصل بالعراق عفوا. عندنا الجسور الفرعيه اللي تقريبا اكثر من جسرين، وهذا ما سبب عائق في المدينه مثل الازدحام المروري بالتزامن مع الكثافه السكانيه. هذه الاشكاليه من ضمن الاشكاليات الرئيسيه. الاشكال الاخر انه ما بعد مرحله داعش شفنا يعني فساد مالي وفساد اداري. هذا الفساد المالي والاداري يعني بنسبه كبيره اول مره نشوفها ونلاحظها بهاي الكميه، انه مسبقا ما متعودين على هذه نسبه الفساد اللي اثر تاثير سلبي على المواطنين كعلى المدينه. اما مشكلتي انا كطالب اتكلم لك يعني عن الدوائر التعليميه مثل الكليات تحتاج الى صيانه، عندها صيانات، وكذلك مشكله الطلاب. الطلاب حالتهم تعبانه نظرا لظروف بعض الظروف مثل الطرق، الجسور. الاشكاليات الاخرى انه منحه الطالب، الطالب محتاج فلوس. يعني رجاء هاي الكلام مالي راد الانتباه شويه، وهو انه اذا تجينا اوراق المي، ورقه المي مثلا تجينا المي الصافي يجينا 40,000 20,000 نص الورقه. هذا مال تنظيف ومال مجاري، وهذا ما يجوز. 40,000 المي الصافي و20,000 مال تنظيف ومجاري، هاي لازم يعني مبلغ هوايه. زين، هذا جانب. اكو جانب الاخ بالنسبه للنفط الابيض. النفط الابيض الحصه 100 لتر دا تجينا هي قيمتها بالمحطه ب 15,000. الناقل دا تجيبها للمناطق السكنيه ب 28,000. يعني انتم تعرفون الفرق ايش قد ياخذ هذا الناقل. هي 15,000 ياخذ 28,000 على 100 لتر. هذه ثنتين. ثلاثه انه السيارات تردوها توقف بالشارع او ما توقف بالشارع، فأحسن شيء حتى تضمنوها من الناحية الأمنية أسوي باجات للسيارات. فالسيارة خلي وين توقف خلي توقف. ليش ينحجون مرضى ومواطنين وعندهم بسواق ومعوقين؟ فأسوي باجات. السيارة اللي ما تحمل باج تتحاسب، وخلي السيارة تقف وين تي تقف خلي تقف. اللي ما عنده باج ما خليه يقف. زين، وحاسبه. هذا ربما يكون منداس، ربما يكون إرهابي، وربما يكون عنده في القضية يعني مقصودة. اكو مسألة أخرى أيضا، يعني العالم كلها خلي يصدق احنا أول ناس بالعالم. أنا عندي 15 خريج كلية، 15 خريج كلية، وهذول لو واحد منهم متعين واختصاصات مطلوبة بالدولة. زين، فلو واحد منهم متعين اني بهالعمر اجر نفس شويه، وان كان اني عندي راتب تقاعدي. هذا الراتب التقاعدي ياخذون مني يعيشون به، لانه ما عندهم شغل، قاعدين هم عندهم اطفال ومتزوجين. فما يصير 15 واحد مخرجين كليات ولا واحد منهم ما يتعين. هاي وين صار باي بلد بالعالم؟ زين، هاي اختصاصاتهم اللي مهندس زراعي وترجمه انجليزي وبكتيريولوجي تحليلات مرضيه، هذول ما مطلوبين بالدوله. من يدير الدوله اذا مو شبابنا الخريجين الكليات؟ فما يصير. اني بهالعمر هذا اريد واحد منهم متعين دجر نفس شويه اتصرف براتبي. من اخذ الراتب نايمين عليه، هذا انطيني وهذا انطيني وهذا انطيني. 15 واحد خريج كليه. طبنا بشاوي تعبنا من الشاوي.